السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ منى منى's كيتشن. اليوم نديرو شويه انغولي تاع لا فيون داشي بالبطاطا والبصل المكرمل. البصل المكرمل بنعطيك برك عليه اون ايدي، تكرمليه مده 45 دقيقه على نار هاديه وتبقي تحركي فيه بشويه تاع الملح وذلل النار، خلاص ما تقويش النار. واشاك فوا تو في ريفونير، يعني تروحي وتجي حتى يولي مكرمل بهذا الشكل. اذا البصل المكرمل يمشي بزاف خلاص مع لا فيون داشي. بيان سور راح نروليه بالبطاطا، وراح نحتاج شويه نتاع الفرماج. اتفرجي معايا بقيه لا فيديو. اذا التتبيله نتاع لا فيون داشي بونش فيها هنايا، فيها درت فيها لا مارينات باتت ليله كامله، لا مارينات كلها اللي دركا نعرفوها، شويه لا موتارد، شويه مردنوس، شويه حشيش مقطفه، ملح، فلفل كحل، زنجبيل، كركم، وشويه لا شابلور، يعني شويه ماشي بزاف، شويه لا شابلور باش يشد لكم. التتبيله دركا تاع البطاطا رايحه نلوح شويه فلفل كحل، فلفل اسود، رايحه نلوح بيان سور الكمون، البطاطا تحب الكمون، هنا شويه ملح باسكو طيبتها مسوسه ماشي في الملح، ما نكثرش بزاف باسكو كلشي راهو ياكي مالح، شويه رومارين، تعرفوني نحب التوابل. لا فيديو تاعي تاع لي ميني تارتلات نتاع بلوتو لي ميني غالات نتاع البطاطا راهم ياكي، ارجعوا لا فيديو تشوفوها. الكركم بون، كمون كمون، كركم، شويه ملح، شويه فلفل كحل، شويه رومارين، اكليل الجبل، ونزيد لها شويه لي زيرب دو بروفونس درك نجيبهم. فوالا شويه لي زيرب دو بروفونس، نشتيهم بزاف هاد الحشاوش، سا بارفوم فريمون بون. هنايا البطاطا اونفا نشتيها منكها بشويه نتاع الفخوماج، دونك راح نلوح نص الكميه، الباقي الكميه نخليوه ان شاء الله تشوفوني واش حندير به. اذا كيما راكم تشوفوا بعد لا جي ابلاتي لا فيون داشي والبطاطا، دونك انا عليا غير نهزها بالعقل ونحاول نلوح هذيك البطاطا بيان سور فوق، فوالا فوق لا فيون داشي، اتوليهم ليه معايا يجيكم غولي يعني بنين بزاف، يشهي فكره يعني، يعني الحق تصميمي باسكو نشتي لو البصل كاراميليزي، راح نلوحو بارتو كيما راكم تشوفوا. Voilà, je l'adore, ça sent déjà très très bon. Bon, هذا كرملتو مدة 45 دقيقة كيما قلت لكم، لازم يجي كاراميليزي كيما هكا مدة 45 دقيقة على نار ذليلة بزاف. واللوح شبعوه. Bon, pour les amateurs de fromage, ils vont se gâter en même temps, يدللو رواحهم يستاهلو. Voilà. Voilà. Je le garnis hnaya li عندك الفخوماج اللي عندك ديري حبيبتي اللي عندك فايده، عندك بورسيون حطي بورسيون، عندك نيمبورت كيل فخوماج واحد اخر tu peux en mettre. داكور، راح يجيكم يعني رولي هايل. ورانا بنتي البريبار واحد الخبز، يعني خبز هذاك سوري او هندي، هاي قالت لي في وذني هندي، فوالا خبز هندي يعني مليح نفوتو به هذا الغدا ان شاء الله. فوالا كيما رانا نشوفو نحطو لي فخوماج ونزيد نربي فوق منو ان اوتر فخوماج، نزيد اون اوتر كوش تاع لو شيدار ولا واش عندك، نربي فوق منه باش يجي فريمون، يعني ما تنساوش الفخوماج يمشي بزاف مع لا فيون داشي ومع البطاطا والبصل المكرمل ثاني. جو دوا اتر جينيروز. فوالا، يونا بلان دو فخوماج،
وانا راني ما نقليهش حبيباتي، راني نديرو كيما نقولو نديرو في لو فور. دونك جو في الميتر هنايا، نعاون روحي بالعقل. فوالا جو لو مي ايسي، فوالا، ونحاول نروليهم مع بعض. فوالا سي با غراف، نبدا بشويه. فوالا كيما رانا نشوفو، قلتلكم انا راني لوحو ان شاء الله في لو فور، يعني فوالا ما نقليهش، يعني ما نقليهش، لازم نلوحو في الفور. فوالا إلي تيلمون بون كو درتو دو فوا. فوالا نزيد نغلف هذا مليح. فوالا جو لو مي او فور، درجة الحرارة 180 درجة، مدة يعني 45 حتى الساعة، نخليوه يطيب في غرفو. دونك افون دي ميتر في لو فور لازم نحطو له شويه لو كيما رانا نشوفو بويونت باش يطيب على البخار تاعو. نروحو اذا للفور دركا بزايد او فور. اذا نحضروا اون صوص باش ناكلوا بها هذا لو غولي. هنا قشده يعني اون كريم فريش، ها هي كي التكستور تاعها كيفاش راح تكون. نضيف لها هذا باسكو لا كريم فريش هذه على بالك سي اون كريم، وين نقدروا نطلعوها يعني. نزيد لها مغرفه تاع ما عنديش القارص، اذا درت لها مغرفه تاع الخل. فوالا ندير لها شويه زنجبيل تجينا هايله، ندير لها شويه بيان سور ملح ما نكثرش. فوالا ندير لها شويه فلفل كحل. فوالا اي لي زيرب دو بروفونس، ندير لها كميه مليحه. بيان سور انا النعناع تاعي هاوليك ما يقعدليش باسكو ديما نستعملو. نستعمل النعناع، نفتت فيها وريقة النعناع بيان سور، راني غسلتهم باسكو ديما نسقيها ونعطرها كيما يقولو، نفابوريزي لها الماء. دونك هنا نطلعها بشوية نتاع الباتور. هلا تجينا هنا الصوص هايلة. اذا طبق الرولي تاعنا راهو واجد امامنا. كيما كنت قلت لكم درت له رافقته مع اون صوص تاع لا كريم فريش، درت لها مغرفه كبيره ماكله تاع الخل، درت لها شويه ملح فلفل كحل، نكهتها بلامونت يعني بالنعناع، وحنا كسره طيبتها بنتي يعني كسره هايله، اي تقول لي كسره هنديه. والرولي تاعنا حبيباتي هاوليك كيفاش طاب، هاوليك رانا نشوفو هنايا في البصل المكرمل، يعني جا اطيب ما تتوقعون، يعني صراحة يعني البنة يعني ما نحكي لكمش باسكو متبل مليح، خليوه يبات في لاماريناد نتاعو ليلة كاملة ماذا بيكم. كل وحده واش تحب لا ماريناد، انا نحب لا موتارد، نحب الثوم، نحب المنكهات كيما لي زارب دو بروفونس، الملح، البابريكا، كلش هذا كامل حطيتو الماريناد نتاع لو غولي تاعي وبيان لا فيون داشي تاعي. وهي كي البطاطا باينه مع البصل المكرمل. شهيتكم بالصحه، ان شاء الله تاكلوا بالصحه والهنا. ما تنسونيش لي جيم والاشتراك، ودمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.